ألو عيني، شكرا حبايبي، شلون صح الأحوال؟ إن شاء الله كله بخير تمام العافية. اليوم راح نقدم لكم نوع من الحلويات السهلة، وإن شاء الله يا ربي هاي تنال رضاكم وأعجابكم. وراح تكون هاي الحلويات أستخدم بيها عجينة البيف باستري. هسه راح أشوفكم إياها. هاي العجينة تكون جاهزة، طبعا هاي تختلف عن عجينة الجلاش اللي تستخدم البقلاوة. هاي أخذتها من محلات الليدل. بالنسبة للبنات اللي موجودين بلجيكا أو ألمانيا يلقوها بمحل ليدل، طبعا سعرها جدا رخيص. فاليوم حبيت أقدم لكم بها هاي الوصفة، كلش يعني سهلة وطيبة. هسه طبعا أول شي راح أسوي أحضر الشيرة لها. مقادير الشيرة راح أخذ هنا كوب واحد من المي، وأضيف له كوب واحد من السكر. أضيف لها فانيلا، بس الكيس مو كليته، يعني قسم من عنده، والقسم الباقي راح أضيفه للقشطة مالتها. راح أسوي لها قشطة وأشوفكم طريقة عملها شلون إن شاء الله. وراح هسه راح أخليها نوم حامض، عصير نوم حامض، أو تخلوا لها ليمون دوزي المتوفر عندكم، أما نوم حامض أو ليمون دوزي اثنيناتهم يصير، حتى على مود ما الشكر عندكم. راح احركها لحد ما يصير غليان، من تقوم تغلي اترك التحريك على مود ما الشكر عندكم، لان هواي بنات قالوا الشكر عندنا اذا بقت تغلي ويعني تبقى الفور عندي انا بعد ما احركها ابد، حتى على مود احافظ على انه ما يصير عندي يعني تسكر او تشكر. فبعد عندي هنا هم طريقه ثانيه، راح اخذ مي عادي يعني، واخذ فرشه وانظف الحوافي هاي الداخل مالتها. كل هذني طبعا سببين راح اخليها عندنا شيره ناجحه، وما الشكر عندكم حتى لو بقت عده ايام. هاي بالنسبه للبنات اللي يعانون من الشيره من يسووها والشكر عندهم، فاذا سويتوا هاي الطريقتين اتبعتوهم بعد يعني ابد ما الشكر عندكم، وصير عندكم طبعا شيره جدا ناجحه. راح تبقى تقريبا بقيها فد اقل 5 دقائق او 5 دقائق هيك شيء، ونطفي النار من عندها. بعد 5 دقائق راح اخليها الشيره هنا بطاسه حتى على مود شويه تبرد. راح اتركها تبرد، وورا ما تبرد بعد وراها نكمل شغل العجينه هذه. واخلي عندها ورق الزبدة واحول بيها العجينة هنا هذا المكان. هسا راح اسويها على شكل المثلثات على مود تصير بيها قصات يعني حلوة. هاي مرة اسوي زائد وبعدين على شكل فيه. راح اخلي بالوسط هيك فد شق بالوسط يكون. تلاحظون شيخ، نقرب الكاميرا عليها تشوفون هذا الشق خليته بالوسط. اخذ شيرة وشوي ادهنها. وهنا نجهز الفرن قبل 10 دقائق، نحميه على درجة 200 درجة، وتقريبا تبقى 10 دقائق بعد ذلك يعني يكون جاهزة ومستوية. هسه دخلت الفرن، والفرن كان مسخنته على 200، وتبقى 10 دقائق. هسه مثل ما تلاحظون حبايبي هنا قربت لكم الكاميرا وشوفوا الانتفاخات اللي تصير بيها. طبعا عجينة كلش طيبة وهشة، بعد اطيب من عجينة البقلاوة، وحتى الدواخل مالتها راح تصير على شكل طبقات. حبايبي اللي وصل لهنا ارجو منكم ما تنسون دعم القناة باللايك حتى يصل عندي الفيديو الى اكثر عدد من المشاهدات، اكون شاكره ممنونه لكم. وهسه انا راح احضر لكم القشطه اللي يعني نحشي بيها. راح اخذ ملعقتين كبار من النشا
وأضيف لهم كوب وربع من الحليب، هذا كوب وربع راح أضيف وياه. الشكر راح أضيف لها ملعقة واحدة، وأضيف لها فانيلا اللي بقت من عندي أخليها. بس راح أخلي على الطباخ شوية تكون دقيقة لحد ما تسخن، وأضيف لها القشطة لها حتى تصير طعمها أطيب. صارت عندي بقى 20 سخينة، يعني هي محلبي، بس أتركها تبرد شوية وأضيف لها قشطة. أي قشطة عندكم متوفرة أضيفوها، أنا أضيف هاي النوعية المسكربوني متوفرة عندنا، هذه من هاي أخلي لها، بس لازم تبرد حتى ما يموع القشطة تموع بيها. بس بعد ما بردت عندي بقى 20 جندت راح أخذ القشطة وأضيف لها تقريبا هالقد، شوي بعد خليها نضيف لها فانيلا بعد عشان شوية بعد معازة تصير نكهتها كلش طيبة الفانيلا، بعد أكثر من الخلاط حتى تصير ناعمة عندي أكثر. راح اطليها بالشيرة المطبخي عندي، هاي الصورة وهنا حبايبي بعد ما كملتها تزيينها بالقشطة راح أضيف لها عندي هنا فستق يكون لونته باللون الأخضر ومثروم عندي ثرمته، وراح أزينها بهاي الشكل. طبعا الطعم مالتها كلش طيب، طعمها راح يكون كلش قريب لطعم الكاهي، الكاهي العراقي يعني. فأنصحكم حبايبي بتجربتها، أول شي هي وصفة سهلة وبنفس الوقت سريعة التحضير وطعمها حيل طيب. حبايبي بنهاية الفيديو أرجو منكم ما تنسون دعم القناة باللايك والاشتراك إذا ما كنتم مشتركين، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد، ومرة ثانية أكد لكم على اللايك حتى يصل عندي الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات، وأكون شاكرة ممنونة لكم حبايبي. بنهاية الفيديو أستودعكم الله في أمان الله، مع السلامة، يلا عيني، باي باي.